بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد جعل الله سبحانه وتعالى محطات يتزود بها الإنسان لآخرته بالعمل الصالح، يضاعف فيها الأجر والثواب. ومن هذه المحطات التي جعلها الله سبحانه وتعالى هذه الأيام الفضيلة من أيام عشر ذي الحجة، ومنها أفضل أيام السنة يوم عرفة، الذي جعله الله تبارك وتعالى يوما مباركا فيه من الخيرات والبركات والرحمات ما فيه. فأحببنا أن نتكلم في هذا اليوم العظيم عن هذا اليوم وعن فضله وما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، وعن الأضاحي وعن صلاة العيد، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا وأن يرزقنا الحج إنه على كل شيء قدير. ويكلمنا عن ذلك فضيلة الدكتور وليد سمامة. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا بكم دكتور. يعني نحن في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة الذي مر علينا اليوم، وهو يوم معروف عند القدماء، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا اليوم بأحاديث كثيرة وبين فضله. فلو تحدثنا ابتداء عن هذا اليوم الذي هو من جملة أيام العشر من ذي الحجة. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار، نسأل الله أن يجعل نياتنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم. يوم عرفة أخي الكريم هو أفضل أيام العام، هو في أيام، هذه الأيام أحب الأيام إلى الله، كما جاء في حديث البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجة وأبي داود وغيرهم من أئمة الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام لها هذه الفضيلة، أحب الأيام إلى الله، العمل في هذه الأيام يتضاعف، يزكو أفضل من العمل في باقي الأيام من باقي أيام السنة. لما لهذه الأيام من فضل؟ فهي أيام معلومات كما جاء في القرآن، وهي أيام معدودات أيضا كما جاء في القرآن الكريم، والله تبارك وتعالى أقسم بهذه الأيام، فقال في كتابه العزيز: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فالله أقسم بهذه الليالي العشر، هي عشر ذي الحجة، وأقسم بالشفع وهو العاشر من ذي الحجة، وهو يوم النحر، وأقسم بالوتر وهو يوم عرفة. فيوم عرفة هو أفضل هذه الأيام، بل أفضل أيام العام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيامه لغير الحاج، فقال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. ولماذا هذا اليوم له هذا الفضل؟ لأنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. فقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري
أن رجلا من اليهود قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له: يا أمير المؤمنين، آية تقرؤونها في كتابكم، لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد. فقال له سيدنا عمر: وما هي؟ فقال له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له سيدنا عمر: قد علمنا اليوم والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله صلى عليه الله وسلم. عليه نزلت عليه في يوم الجمعة وهو قائم بعرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد، أي يوم الجمعة ويوم عرفة. فانظر إلى هذا اليوم وفضيلة هذا اليوم، لذلك هذا اليوم كان أفضل أيام العام. كذلك هو يوم عيد كما قال سيدنا عمر بن الخطاب: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. وكذلك قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزلت في يوم الجمعة وهو عيد، وفي يوم عرفة وهو عيد، يعني الجمعة وعرفة كل عيد للمسلمين. نعم. وهذا اليوم أكثر يوم يعتق الله فيه عبدا من النار، فقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. نعم. فهذا اليوم يوم عتق الرقاب من النار، هذا اليوم يوم عرفة، فلذلك له هذا الفضل وله هذه الرفعة وهذا القدر، وأن العمل في هذه الأيام يسكو عن غيرها من الأيام. ناخذ اتصال. الو الو الو. نعم دكتور، الدعاء هل له مزية في هذا اليوم عن بقية الأيام؟ نعم، كذلك أفضل الدعاء دعاء أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه صلى الله وسلم، عليه وسلم. وقال: أفضل ما قلت أن والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا الدعاء إن شاء الله يكون مظنة الإجابة. و يعني ينبغي على كل مسلم أن يجتهد في الدعاء في هذا اليوم أكثر من باقي الأيام. نعم، لأن فيه من الفوائد ما ذكرنا، بل جاء عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى سائلا يسأل في يوم عرفة، يسأل الناس، فقال له: يا عاجز، أتسأل في هذا اليوم غير الله؟ ورأى كذلك الفضيل بن عياض، وكان من أئمة الصالحين من أئمة الأولياء، الناس في يوم عرفة كيف يدعون ربهم ويرفعون أيديهم يتذللون إلى الله، كذلك تسكب العبرات والدموع تنزل إلى غير ذلك من هذه المواقف نعم. التي يسيطر عليها الخشوع والطمأنينة والسكينة. فقال لأناس: أرأيتم لو أن هؤلاء كلهم قصدوا رجلا يسألونه دانقا كان يردهم؟ الدانق هو سدس درهم، يعني شيء قليل. فقالوا له: لا يردهم. فقال لهم: والله للمغفرة في ذلك اليوم أهون عند الله من إجابة هذا الرجل لهم بدانق. الله. فيعني الإنسان عليه أن يكثر من الدعاء في هذه الليالي، ليالي نعم. عرفة وليالي العشر من ذي الحجة، هذه الليالي المباركة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال البخاري عن ابن عباس قال: الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام النحر. وكان عبد الله بن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في هذه الأيام يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. نعم. لذلك الرسول قال: ما من أيام العمل فيها أعظم وأحب إلى الله من هذه الأيام، فأكثروا فيها من التكبير ومن التهليل ومن التحميد. يستحب للشخص أن يكثر، يعني يقول باليوم 500 مرة لا إله إلا الله، 500 مرة سبحان الله، 500 مرة الله أكبر. فلما لهذه الأيام كما قلنا من زيادة في الأجر والثواب، وأن العمل فيها من بر نعم وإحسان وصلة رحم يسكو على غيره. نعم ناخذ اتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
الو، تفضل اخي. عليكم. انا المهندس ابراهيم سعيد. اهلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه. ممكن نحكي مع فضيله الدكتور اذا سمحت؟ نعم تفضل. بدنا نسال فضيله الدكتور، الله ينفعنا بعلمه اول شيء، انه هنالك يعني اختلاف صار عندنا، يعني يعني سمعنا عده اراء بين هذه الايام اللي هي ايام ذو الحجه، بين فضلهن وفضل الايام الاواخر من شهر رمضان. هل المقصود الايام ذو الحجة افضل من ايام الاواخر من شهر رمضان، ولا ليالي رمضان افضل من الايام؟ يعني يا ريت تسمع من فضيلة الشيخ الاجابة، لانه صار عندنا دبل ستاندر بهذا الموضوع. شكرا لك. تكرم، اهلا وسهلا فيك. نعم دكتور، يعني من حيث الافضلية بين ليالي العشر الاواخر من رمضان وبين هذه الليالي، هو من حيث الشهور افضل الشهور شهر رمضان، من حيث الشهور، من حيث الأيام أفضل يوم في السنة هو يوم عرفة. نعم. وهذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، هي أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى. فكما قلنا، هذه الأيام هي أحب الأعمال إلى الله، أحب الأيام إلى الله، والعمل فيها له شأن وله رفعة. نعم. أكثر من غيره من باقي الأيام، لكن من حيث الشهور شهر رمضان هو المقدم. نعم. من حيث الفضل. نعم. الشيطان ماذا يكون حاله في هذا اليوم؟ ورد في حديث رواه الإمام مالك عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيض كما رؤي في هذه الأيام، في يوم عرفة، كما رؤي في يوم عرفة. وذلك لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تبارك وتعالى عن الذنوب العظام. يعني هل ورد أيضا أن كثيرا من رقاب المسلمين خاصة في هذا اليوم تعتق؟ نعم. ورد أن العشر الأواخر من رمضان فيها اعتاق للرقاب، وذكرنا أن عرفة من الرسول قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار كيوم عرفة. فهذا اليوم يعتق فيه رقاب كثيرة من النار، وكذلك هذا اليوم كما قلنا يرى الشيطان فيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدحورا حقيرا مغيوظا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فلذلك الرسول قال: إلا ما أري يوم بدر. فقالوا له: يا رسول الله، وما رأى الشيطان يوم بدر؟ قال: أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة، يعني يصفهم ويسويهم ويرتبهم لقتال الكفار. فهذا يوم يكون فيه الشيطان مدحورا، ويكون فيه مغيوظا، ويكون فيه حقيرا، لما في هذا اليوم من عتق من الرقاب من النار، لما في هذا اليوم من التجاوز عن الذنوب. نعم. هذا اليوم الذي تقال فيه العثرات، الإنسان يتضرع إلى الله بالدعاء إن كان في عرفة، وإن كان في غير عرفة فينبغي ألا يترك الدعاء. كذلك الصيام في هذا اليوم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يكفر السنة الماضية ويكفر السنة القابلة. انظر إلى فضل الله وإلى رحمة الله وإلى كرم الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على فضل هذا اليوم، وعلى كم يغتاظ الشيطان من هذا. نعم. كنا تكلمنا عن إفراد يوم السبت بالصوم، ذكرتم في الحلقة الماضية أن الكراهة التي وردت في إفراد يوم الجمعة من غير سبب، ولكن كثير من المشاهدين من يسأل: إذا صام الإنسان يوم السبت وحده من غير أن يصوم معه يوم قبله أو بعده؟ لا كراهة في ذلك. إفراد يوم السبت بالصيام الصحيح أنه لا يكره. نعم. وإذا كان هناك سبب، عادة هذا الإنسان أنه يصوم عرفة، أو عادته أنه يصوم يوما ويفطر يوم، هذا لابد أن يأتي يوم سبت، لابد أن يأتي يوم سبت. أو كان عادته أن يصوم عاشر من محرم، أو عادته أن يصوم عرفة، فلا كراهة، لا نهي في ذلك. يعني الحديث الذي ورد كما قلنا بين العلماء وضعه، وهو أن النبي نهى صيام، يعني صيام يوم السبت، إلا فيما فرض عليكم. الحفاظ قالوا هذا الحديث موضوع، يعني لا يحتج به أصلا. وصيام يوم السبت صحيح ولو أفرده الشخص. نأخذ اتصال. ألو.
ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. ألو. أنا المحامي إبراهيم رياشي. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقبل الله طاعتكم. غفر الله لنا ولكم، أهلا وسهلا. تحياتي سلامي للشيخ وليد دكتور، وتحياتي لكم، وكل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. وأنتم بخير. دكتور، بالنسبة لهذه الأيام، يعني نحن نعرف أن الإنسان عليه أن يجتهد بالطاعة من واحد ذو الحجة إلى باقي هذه الأيام، ويجتهد بالطاعة أيضا في سائر الأيام إلى أن يأتيه اليقين، أي الموت. من أراد أن يضحي، هل يمتنع عن قص الظفر والشعر من واحد ذو الحجة إلى أن يذبح هذه الأضحية، أم إن شاء أن يقص فلا بأس في ذلك؟ هو أخي الكريم، بالنسبة لهذه المسألة، العلماء قالوا من دخل عليه هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي ولم يكن محرما، يعني بحج، فهذا يستحب ولا يجب. يستحب له أن يمسك من أظفاره ومن شعره، يعني ألا يقص شعره ولا ظفره حتى يضحي، يعني بعدما يضحي يقص. والحكمة من ذلك أن تبقى هذه الأعضاء كلها كاملة حتى تعتق من النار. ولكن هذا لا يجب، يعني إذا الشخص لم يفعل، هو يريد أن يضحي ودخل هلال ذي الحجة ولكنه لم يضحي، لم يمسك من ظفره ولا من شعره، هذا ما عليه بأس، لأن هذا من باب الاستحباب. تركه ما عليه بأس من حيث الحرمة، ولكن تركه مكروه، يعني أن يترك أن يقص ظفره أو شعره وهو يريد التضحية مكروه، ولكنه لا يحرم، يعني لا معصية عليه، فأضحيته صحيحة ولا معصية عليه. ذاك المحرم إذا أحرم بالحج أو بالعمرة، حرم عليه قبل أن يتحلل أن يقص ظفره أو يقص شيئا من شعره. أما غير المحرم وأراد التضحية، الرسول قال وأراد أن يضحي، فهذه دليل على أن هنا لا تعطي الوجوب. أن يمسك من أظفاره ومن شعره. جاءني سؤال بأن شخص أحب أن يذبح قبل يوم العيد، والسبب في ذلك أن يلحق بإرسال الطعام وهذا اللحم للفقراء لحاجتهم، فهل يصح أن يجعل ذلك أضحية؟ هذه ليست أضحية. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة العيد قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أتى بالضحية، يعني. وأما من ذبح قبل ذلك فهو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وفي حديث آخر فليذبح مكانه، من ذبح قبل الصلاة، يعني قبل أن يمضي وقت الذي يصح فيه يدخل فيه وقت الأضحية، فهذا لحم فليذبح مكانه إذا أراد الضحية. يعني موعد الأضاحي يكون بعد الأضحية، موعدها بعد خطبة العيد، الصلاة والخطبة، بطلوع شمس يوم النحر، وبأن يمضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين. إذا مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين دخل وقت الأضحية، والأحسن أن لا يفعلها إلا بعد أن يصلي. هذا الأحسن، ولكن هذا وقتها. أما إذا ذبحها في ليلة العاشر من ذي الحجة قبل أن تطلع الشمس هذا اليوم، هذه لا لم تقع أضحية، إنما هو لحم ليس من النسك في شيء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يجزئ في الأضحية من حيث الصفات؟ هل لها صفات معينة؟ وهل لها عمر معين؟ وكذلك بماذا يضحي الإنسان، يعني في الخروف، في المعز؟ هو الأضحية مأخوذة من الضحوة، وهو يعني مرتبطة بأول زمان فعلها، وهو وقت الضحى، وهي ما يذبح من الأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم. لا غير.
تقربا إلى الله تعالى من يوم النحر إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. هذه تعريف الأضحية، ويجزئ في هذه الأضحية، يعني يستطيع أن يؤخر الشخص هذه الأضحية في يوم العيد إلى ما قبل مغيب شمس يوم الثالث من أيام التشريق. كلها هذه أيام نحر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أيام التشريق أيام منحر، يعني يستطيع أن يذبح في هذه الأيام، ويجزئ في هذه الأضحية جذعة الضأن أو جذعة الذكر أو الأنثى، يعني الذي نسميه نحن الخروف الأبيض، هذا إن كان ذكرا وإن كان أنثى يجزئ سنة وأسقط مقدم أسنانه، ولو قبل سنة بقليل يعني 8 أشهر يجزئ كذلك، أو جذعة الضأن كذلك، ثنية المعز والبقر والغنم، يعني ثنية المعز يعني ما استكملت سنتين وأسقطت مقدم أسنانها، وثنية البقر ما استكملت سنتين وطعنت في الثالثة، وثنية الغنم الإبل ما استكملت 5 سنوات وطعنت في السادسة. يعني على هذا الكلام فضيلة الدكتور، ينبغي لمن أراد التوكيل، لأنه جرت العادة عندنا في التوكيل يوكلون بعض الجمعيات مثلا في الذبح والتوزيع، ينبغي أن يتأكد من صلاح هؤلاء الذين وكلهم حتى يضمن أنهم ذبحوا ضمن هذه الشروط التي ذكرت في الأضحية. وكذلك ينبغي على من يبيع الأضاحي أن يتقي الله، فلا يوهم المشتري أن هذا الخروف مثلا ابن سنة أو ابن 8 أشهر، مما يجزئ يعني على لو 6 أشهر، قال بعض الفقهاء قالوا يجزئ 6 أشهر، أما أقل من ذلك لا يجزئ، يعني أن يكون 3 أشهر 4 أشهر، فينبغي أن يتقي الله في هذا الأمر، ولا يجوز أن يغش هذا المشتري. يعني كذلك سؤال مهم فضيلة الدكتور، طريقة شراء الأضاحي، يعني جرت العادة، عادة المسلمين، أنهم يذهبون لشراء الأضحية وهي حية قبل الذبح يشترونها، هل توزن وتشترى بالوزن أم تشترى كأضحية، يعني كخروف يشتريه مثلا ب100 دينار ب200 دينار؟ هو لا يجوز أن يجعل الوزن شرط في الشراء، هذا يفسد البيع، لأن الوزن إذا اشترط في البيع فيصير الثمن بعضه مقابل للحم وبعضه مقابل للقذر الموجود في هذا الخروف، من جملة الوزن دخل القذر، دخل من جملة، لما يقول أنا أبيعك هذا الخروف أو هذا الجمل أو هذه البقرة بشرط الوزن، على أن كل وزن مثلا وزنه كذا، كل كيلو منه بكذا، يعني يشترط الوزن وهو حي أن يبيعه بالوزن، أدخل القدر في مقابل الثمن، وهذا نص فقهاء الشافعية والمالكية على عدم جوازه، وأنه لا يجوز، يعني كما قال الحطاب المالكي، قال ولا يباع الخروف وزنا، إنما قد يذكر الوزن للتخمين، يعني لتعرف كم تريد أن تشتري، وهو يوزن ليعرف كم سيطلب منك السعر، ولكن عند البيع يقول لك أبيعك هذا الخروف ب100 دينار أو أبيعك هذا الخروف ب200 دينار، من غير أن يشترط الوزن وهو حي. أما كهذا لا ينطبق على الخروف، بس من أراد أن يشتري الدجاج يعني لو بغير الأضحية لا يجوز أن يشتريه بشرط الوزن، هذا نص عليه الفقهاء على تحريمه. نعم. فيتنبه لهذا الأمر، إنما يشتريه قائما، يعني يقول له هذا الخروف بكم، يقول له هذا مثلا ب200 دينار أو 300 دينار، ولو قلنا ذكر الوزن لتخمين السعر هنا لا يؤثر، لأنه ما أدخله في العقد، صحيح. إنما ليخمن السعر الذي سيدفعه، ولم يجعله شرطا في الوزن، هنا لا في البيع لا يؤثر. نعم. دكتور، هل يصح أن تشترك الجماعة في الأضحية؟ نعم، يجوز أن يشتركوا في البقرة والبدنة، يعني تجزئ البقرة والبدنة عن 7، يعني عن من إذا اشتركوا 7 عائلات في بقرة يجزئ أو في جمل يجزئ، أما الشاة الواحدة يضحيها هي عن الشخص الواحد فقط، ولكن إذا ضحاها صاحب البيت تأتى الشعار، يتأتى عن كل البيت، يعني كما قال أبو أيوب الأنصاري، كنا نضحي بالشاة الواحدة عن أهل البيت الواحد يجزئ. نعم، ولكن هناك أمر يعني مهم أن يعرفه الإخوة الذين يريدون أن يضحوا، أنه لا يجوز أن يباع شيء من الأضحية،
لا يعني احيانا يجعلون الجلد اجرة للجزار، هذا حرام منهي عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من باع جلد اضحيته فلا اضحية له، كما جاء في رواه البيهقي. وكذلك في صحيح مسلم سيدنا علي قال امرني رسول الله ان اقوم على بدنه، يعني مجموعة من الأضاحي، فقال أمرني أن أقسم لحومها وجلودها، وقال لي لا تعطي الجزار منها شيئا، نحن نعطيه من عندنا. فأجرة الجزار على المضحي من مؤنة المضحي، وليس يأخذ الجلد، لكن يجوز أن يعطيه إياه باسم الفقر، أليس هو إن كان فقيرا مثلا يهدي الثلث ويحتفظ بالثلث ونعم ويتصدق بالثلث، يجوز أن يتصدق بالجلد أو بالقرن أو بغير ذلك من أجزاء الأضحية. نعم. باسم الفقر أو المسكنة، لكن باسم الأجرة أن يعطيه إياها أجرة هذا لا. نعم. يجوز، ولا يجوز أن يبيع شيء من الأضحية، وهذا أمر يعني مهم أن يعرف. بعض الناس يبيعون القرن، بعض الناس يبيعون الجلد، هذا منهي عنه لا يجوز. نعم. 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 طريقة توزيع الأضحية، يعني أحيانا بعض الناس يقول أنا أحب أن أرسل بجميع أجزاء الأضحية للفقراء ولا أكل منها شيئا، ولكن أحيانا الشخص يريد تمام السنة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، فهل الأفضل أن يأكل الثلث وأن يتصدق بالثلث وأن يهدي الثلث، أم أن يرسلها أن يرسل الذبيحة كلها للفقراء، هل يجزئ ذلك؟ هو ينص الفقهاء الشافعية على أن الأفضل التصدق بها كلها إلا لقمة أو لقما يأكلها من باب التبرك، هذا مسلم. نعم. وإلا الأقرب للتقوى والأفضل أن يتصدق بها، ولكن لو ادخر الثلث وأهدى الثلث وتصدق بالثلث لا مانع في ذلك، جائز وله ثواب، ويأخذ ثواب الأضحية وبالصدقة يأخذ ثواب الصدقة. يعني نفهم ذلك من الآية فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والمعتر، نعم، من هذا الباب، ولكن لا يجوز أن يملكها كلها للأغنياء. يجوز أن يعطيها للفقراء ولكن لا يعطيها كلها. نعم. للأغنياء، ولكن يجوز أن يعطيهم شيئا منها الثلث باسم الهدية، نعم، للأغنياء. فالأفضل أن يتصدق بجميعها كما قلنا إلا لقما أو لقمة. ثبت في الحديث أن الرسول أكل من كبد أضحيته، فالرسول يعني صلى الله عليه وسلم قال يعني ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بضحيته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة، وكان يقول افعلوا قليلا تؤجرون كثيرا، وقال لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه بخروج أول قطرة من دمها يغفر الله لك ما قد سلف من ذنبك. فيعني الأضحية هذه سنة أبينا إبراهيم، فينبغي للقادر عليها ألا يتركها. لذلك الشافعي رضي الله عنه قال وأنا لا أرخص بتركها لمن قدر عليها، يعني يريد رضي الله عنه أنه يكره للقادر أن يتركها. نعم. وهي سنة في حق الموسر إن كان حاجا وإن لم يكن حاجا، ليس فقط الحاج. نعم. حتى غير الحاج. نعم. هي سنة في حق الحكمة من هذه الأضحية فضيلة الدكتور، إحياء لسنة أبينا إبراهيم، فقد سئل النبي عن هذه الأضاحي فقال صلى الله عليه وسلم هي سنة أبيكم إبراهيم، لما أمره الله بأن يذبح ولده إسماعيل، وكان من إبراهيم وإسماعيل أن سلم لله تسليما كاملا ولم يعترضا على الله ولم يقول لا نريد أن ننفذ هذا الأمر، بل إبراهيم سلم تسليما كاملا. ويقول بعض أهل السير أنه لما بلغ ولد إسماعيل معه السعي، كان عمره 13 سنة، قال له يا بني انطلق بنا نقرب إلى الله قربانا، وأخذ معه إبراهيم حبلا وسكينا. فلما صاروا في جهة منى في هذه المناطق في تلك بين الجبال، قال له إسماعيل يا أبتي أين قربانك؟ فقال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني أنا أمرت بذبحك، لأن رؤيا الأنبياء وحي وفورا هم ينفذون هذا الوحي. فقال له فانظر ماذا ترى، ليس ليشاوره. نعم. إنما يعني انظر كيف تسليم إبراهيم. العلماء قالوا حب إبراهيم لله أكثر من حبه لولده، فلذلك قال له فانظر ماذا ترى. فماذا كان جواب إسماعيل؟ قال له يا أبت افعل ما تؤمر
ستجدني إن شاء الله من الصابرين. حب إسماعيل لله أكثر من حبه للحياة، فلذلك سلم وقال له يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أنا لا أعترض على الله ولا أعصي أمر الله. فقال له إسماعيل يا أبت أشدد رباطي وابعد ثيابك عني حتى لا يأتي عليها من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي فإنه أهون علي. فأخذه إبراهيم يعبطه ويقول له نعم العون يا بني أنت على أمر الله، يضمه ويقول العون يا بني أنت على أمر الله مع البكاء، لأنه ليس أمرا سهلا. لذلك صحيح. ربنا ماذا قال عنه؟ إن هذا لهو البلاء المبين، يعني أن يبتلى الشخص بأن يذبح ولده، وهذا ولده نعم. البكر كان إسماعيل عليه السلام، هذا ليس أمرا سهلا. نعم، نأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تقبل الله طاعتكم، غفر الله لنا ولكم إن شاء الله من العايدين عليه يا رب. آمين وإياكم. أنا المحامي إبراهيم رياشي. أهلا وسهلا فيك. تحياتي لفضيلة الشيخ ولا حضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. سؤالي أنا عن الأضحية. نعم. هل يجوز تفصل الأضحية عن المتوفى أم لا؟ نعم. من خلال أبنائه. بارك الله فيك. أهلا وسهلا بكم. نعم دكتور، هل تصل الأضحية عن الشخص الذي توفي؟ هو الأئمة الشافعية يقولون ولا يضحى عن ميت إلا إذا أوصى، يعني لا يضحى عن الميت في الأصل إلا إذا أوصى، قال أنا أوصيكم أن تضحوا عنه. فيجوز أن يفعل الآتي الشخص، أن يتصدق بلحم هذه الأضحية بنية أن يكون الثواب للميت، يعني يخرج الأضحية عن نفسه وأهل بيته ثم يوصل الثواب. اللهم أجعل ثواب ما قبلت من هذه إلى روح والدي، اللهم أوصل ثواب ما قبلت من هذا العمل الصالح إلى روح زوجتي أو إلى روح أبي أو إلى روح أمي المتوفى، يعني بهذه الطريقة. أما الفقهاء قالوا لا يضحى عن الميت ولا يضحى أيضا عن أحد إلا بإذنه، يعني أنت لا تضحي عني بدون إذني إلا قلنا إذا أوصى الميت قبل أن يموت أن يضحى عنه، فعندئذ يجوز على ما ذكر الفقهاء. وما يفعله الشخص من الأعمال الصالحة ويوصل ثوابها إلى الميت فإنه يصل بإذن الله، يعني يحج عن الميت، هذا ورد أنه يحج عن الميت، الصلاة لا يصلى عنه، يعتمر عن الميت، لكن ما ورد أنه يصلى عنه. نعم. ورد أنه يصام عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يعني قريبه، ولكن ما ورد أنه مثلا يصلى عنه. بالنسبة للأضحية بهذا القيد الفقهاء قالوا لا يضحى عنه إلا إذا أوصى قبل أن يموت أن يضحى عنه. نعم. ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نستقبل بذبيحتنا القبلة وأن نسمي الله ونكبر ونقول اللهم تقبل منا، ويكون ذلك في مشهد من أهله في داره. الآن فيما جرت به العادة في هذه الأيام أن كثيرا من المسلمين يوكلون غيرهم بالذبح وبالتوزيع فلا يفعلون هذا، فهل يؤثر على صحة الأضحية؟ هو جائز أن يوكل الشخص من يثق بدينه ليضحي عنه، الأفضل أن يضحي الشخص بنفسه كما تفضلت في بيته في مشهد من أهله، هذا الأفضل. نعم. الرجل الأفضل أن يذبح بيده، إن كان لا يعرف يوكل من يذبح عنه. المرأة الأفضل لها أن لا تذبح، إنما توكل بحق المرأة، ولكن لا بأس بالتوكيل ولا بأس كما قلنا بتوزيع الأضاحي على الفقراء المحتاجين، لا سيما ما يحصل الآن من المسلمين في هذا البلد الطيب أنهم يرسلون إلى إخواننا في غزة، ويرسلون أيضا إلى المسلمين في الصومال بسبب المجاعة والشيء الذي يحصل عندهم، لا مانع في ذلك. نعم. إن شاء الله يكون في ميزان حسناتهم إن شاء الله. بما ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول ضحى بكبشين أملحين أقرنين، يعني سمى وكبر، وضحى كذلك في موضع آخر عن نسائه في منى بالبقر عليه الصلاة والسلام، ولما حجة الوداع
أخذ معه 100 من الإبل، فذبح بيده الشريفة 63 وترك الباقي للصحابة ليذبحوه، وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال هذا فيه إشارة إلى أن عمره يكون 63، لأن النبي ما عاش بعد حجة الوداع إلا نحو 80 يوما فقط يعني، وكانت فيه في هذا اليوم اللي هو يوم النحر الذي يصادف غدا إن شاء الله، نعم. النبي خطب في هذا اليوم فقال للناس: يا أيها الناس، فأي هذا اليوم؟ ما هذا اليوم؟ فقالوا: يوم حرام. قال لهم: وأي بلد هذا؟ قالوا له: بلد حرام. فقال لهم: وأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فاعلموا أن أموالكم وأولادكم وأعراضكم، إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فقال سيدنا عبد الله بن عباس: والذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته. ثم قال الرسول: فليبلغ الشاهد الغائب. ورفع رأسه وقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، يعني كان يردد هذا مرارا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. فيعني نصيحة لإخواننا، هذا اليوم يوم عظيم، هذا يوم العبادة والدعاء، هذا يوم الصدق والصفاء، هذا يوم الوفاء، هذا يوم المحبة، هذا يوم بر الوالدين، هذا يوم صلة الأرحام، هذا يوم التصافح، هذا يوم التصافي، يوم التهادي، أن يتهادى الشخص هو أخيه، أن يتصافى، أن يذهب ما بينهم من الشحناء والغل، وأن يتقي الله الشخص في أخيه المسلم في ماله وفي دمه وفي عرضه. فدم المسلم ليس هينا عند الله، بل إن حرمة دم المسلم أعظم عند الله تبارك وتعالى، حرمة المسلم أعظم عند الله حرمة من الكعبة. نعم. فينبغي للإنسان أن يجعل هذه النصيحة والوصية من سيد الخلق في يوم النحر، في نعم. يوم الأضحى، في قبل 14 قرن، بين عينيه: إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم. نعم. بالنسبة لصلاة العيد، عيد الأضحى، يسأل البعض: هل هي واجبة أم هي سنة؟ وما هي السنن أو الشروط التي وردت فيها؟ هو العيد أولا سمي بالعيد لعوده، يعني لتكرر رجوعه ولعود السرور بعوده. وأول صلاة صلاها النبي هي صلاة عيد الفطر، نعم. صلى الله عليه وسلم. وصلاة العيد الأضحى سنة مؤكدة، فقد واظب الرسول صلى الله عليه وسلم عليها ولم يتركها، فيستحب للشخص أن لا يترك صلاة العيد، ويكره له أن يتركها. وهي تصلى ركعتان بعدما وقتها، يعني بطلوع شمس يوم النحر، ويستحب أن يؤخرها إلى أن ترتفع قدر رمح، فيصلي ركعتين، يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، ويكبر بالركعة الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام، ويقرأ في الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يقرأ الغاشية، و يعني هاتين الركعتين بعدهما يخطب خطبتين خفيفتين كما في الجمعة. ويعني هناك 10 خطب مشروعة، منها الكسوف والخسوف والعيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك أيضا الخطب التي تكون في عرفة وخطبة الجمعة. فالإنسان ينبغي أن لا يترك الذهاب إلى هذه الصلاة، لا. التي يستحب أن تصلى في الصحراء إلا إن كان هناك عذر، يعني عادة يعني نحن نصليها في المساجد، لا بأس. هو الأفضل أن تكون في مكان خال إلا بيت الله الحرام، المسجد الحرام، لأن لا. الأفضل الصلاة فيه لفضيلة هذا المسجد. وبعض العلماء ألحق المسجد النبوي في ذلك وبالمسجد الحرام، وبعض العلماء ألحقوا أيضا بيت المقدس في ذلك، قالوا أيضا لأنه كذلك كبير.
فإن كان هناك عذر أن لا يصلوا خارج المسجد كالمطر وغيره فالأفضل أن يصلوا في المسجد، وأن يبقى الشخص ما في المسجد بعد الفجر يكبر الله سبحانه وتعالى إلى أن يحضر الإمام ويصلي صلاة العيد، ثم بعد ذلك ينفض إلى ذبائحهم وإلى صلة نعم. أرحامهم. ويستحب أن لا يأكل الشخص الذي يريد أن يضحي إلا بعد أن يفرغ من صلاة العيد حتى يكون أكله من أضحيته، هذا بعكس الفطر. يعني الفطر يستحب لك أن تأكل تمرات قبل نعم. أن، لأنه بالعكس يعني الفطر تكون صائما، نعم. فيستحب لك الصلاة قبلها أن تفطر، لأنك تكون كسرت هذا الصيام الذي كنت عليه مدة شهر، نعم. بينما في الأضحى تكون مفطرا، فيستحب لك أن لا تأكل حتى تضحي، فتأكل من أضحيتك، ويستحب أن يذهب في طريق ويرجع في طريق لتشهد له الطريق كما كان يفعل النبي صلى الله عليه صلى وسلم، الله عليه يذهب في وسلم. طريق ويرجع في طريق، وأن يكبر المسلمون في السوق وفي خلف الصلوات المفروضة والمؤداة لإظهار هذه الشعيرة، لأن الله قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، وبكم آمين. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح آمين. الأعمال، وكل آمين. عام وأنت بألف وأنتم خير. بخير. كما نذكركم أيها الإخوة المشاهدون بأن صلاة العيد غدا موعدها في الساعة 7:45 صباحا، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبارك لنا في هذه الأيام، وأن يجعلنا من عتقاء هذه الأيام، وأن يتقبل منا هذه الأعمال الصالحة، وأن يرزقنا الحج في العام القادم، إنه على كل شيء قدير. ومني لكم أنا زيد المصري أجمل تحية، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير، وكل عام وهذه الأمة الإسلامية بألف خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه السنة سنة خير على هذه الأمة الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.